يعني كثرة لي يدخلوا للنار بسبب اللسان وبسبب الفاحشة كرمكم الله. لم يحموا ولم يحفظوا فروجهم وألسنتهم. هؤلاء صبرهم يكون كبير إذا كان الإنسان اللي يتحكم في فمه ويتحكم في فرجه كرمكم الله، هذا أجره كبير. ولهذا رسول الله قال لي اضمن لي ذو زوج نضمن لها الجنة، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لحييه وما بين فخذيه، ما بين اللحيين اللسان، ما بين الفخذين الفرج. ولهذا يا إخوة الإيمان قليل قليل اللي يصبر وما يغتبش، ما يهدرش في الناس، قليل اللي يصبر وما يكذبش، وقليل اللي يصبر وما ينممش وما يذكرش عيوب الناس وما ينقلش الكلام بين الناس على سبيل التفرقة، وما يذكرش مساوئ الناس لبعضهم بعض.